لدينا صورة شعرية وردت معنا في النص الشعري رحيل الأحبة، حيث قال الشاعر: كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. ما هي الصورة الشعرية هنا؟ ما هو التشبيه؟ وما هي أركانه؟ وما هو نوعه؟ نعم يا إيمان. المشبه فتاتة العهن، العهني المشبه فتاتة العهن المشبه، نعم المشبه به حب الفنا. نعم إضاءة الشبه كأن وجه الشبه في كل منزل. وجه الشبه هنا لم يحطم. طبعا هنا لابد أن نفهم معنى البيت حتى نعرف الصورة بشكل صحيح. كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا. هنا الشبه هو فتات العهن، وقلنا أن العهن هي بقايا الصوف المصبوغ باللون الأحمر والتي علقت في الأماكن التي مر بها ركب المحبوبة، فكانت ماثلة في كل مكان رآه الشاعر. شبه لون هذه البقايا الصوف ولونها الأحمر بحب الفنا، وهو ثمر لونه أحمر من الخارج وأبيض من الداخل، ولكنه لم يحطم، أي هذه الحبات ما زالت على شكلها، لأنه إذا تحطم سيتغير لونه. إذا المشبه هو فتات العهن، والمشبه به هو حب الفنا. أداة التشبيه هي كأن، ووجه الشبه لم يحطم. ما نوع التشبيه هنا يا جنى؟ تشبيه تام الأركان. نعم، تشبيه تام الأركان. أبين القيمة الفنية للصورة من حيث دلالاتها وإيحاءاتها. كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. لماذا استخدم الشاعر هذه الصورة الفنية؟ وما هي الإيحاءات والدلالات التي نراها من خلال؟ نعم يا أحمد. إيضاح الصورة لدى المتلقي وإظهار المعنى. نعم، تفيد في إيضاح الصورة وتوضيح المعنى، ولكن نريد أن نتوسع قليلا في معنى هذا البيت. لماذا استخدم الشاعر هذه الصورة بالذات؟ هل هناك شيء في هذه الصورة يربطه بالديار، بآثار الديار، برؤية المحبوبة، بالأمن والسلام الذي عم بعد الحرب؟ أنسى التوضيح. نعم، من يود المشاركة أيضا؟ نعم يا سامية. طيب، أنسى الذكريات، ذكريات الديار و طيب رح تشاركنا ضيفتنا أنسي شفاء في وإيحاءات هذه الصورة. تفضلي أنسي شفاء. نعم، أنسي حليمة، يعطيكم العافية. ما شاء الله من الرائعين. دلالات الصورة يعني ربما أو حال البيت عندما قرأته، يعني الشاعر عندما شبه شيء القديم فتات العهن بقايا الصوف اللي كانوا يستخدموه النساء، لأنه قال نزلنا به النساء، اللي يعني كان يتذكر نساء قومه، فيقول أنه فتات الصوف اللي منثور في المنازل القديمة وفي الأطلال القديمة يشبه حب الفنا، حب العنب اللي لونه أحمر، وكأنه يعني لا تزال الذكرى حية في قلب هذا الشاعر، وكأنه يرى هذا الفتات القديم يراه جديدا، وكأنهن كان وكأن النساء يعني كنا بالأمس في هذه الديار. لم يحطمي، كلمة لم يحطمي توحي بالحياة، يعني توحي أن حب الفنا لا يزال كما هو في مكانه، وكأن لم يمر الزمن على هذه الذكرى. يعني هذا ما أوحت له لي الأبيات، لا أعلم ما رأيك أنت سليمة. نعم، بارك الله فيك أنسي شفاء. أريد أن تصل الفكرة لكم طلابنا أن الشاعر استخدم هذه الصورة بالذات لأن ذكرى الأحبة ما زالت ماثلة في ذهن الشاعر، ومشهد الرحيل والصوف المصبوغ الذي انتشر في الأماكن التي مر بها الركب الذي يحمل محبوبة الشاعر، كأنها أعادت هذه الصورة للشاعر ما افتقده من حب أثناء غيابه عن الديار في فترة الحرب، فترة الويلات والاشتباك بين
القبيلة عبس وقبيلة دبيان وابتعاد الشاعر عن محبوبته وعن دياره، ولكن هذا لم يبعد قلبه عن حب، فشبه هذه بقايا هذه الصوف بهذه الثمرة التي لم تحطم، لأنها لو تحطمت لتغير لونها، لونها أحمر. ويشبه هذا الصوف المتعلق ببقايا آثار الديار، وهي تمثل حب وشوقه الذي لم تؤثر فيه الحرب ولم تغيره الظروف أو بعده عن هذه الديار.